اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة التحليل الفني لهذا الاسبوع. نناقش الاسواق العالمية من المنظور الفني. ارحب بالسيد افراميس ديسبوتس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تريدبيديا. اهلا ومرحبا بك افراميس. ثانك يو محمد. سنبدا بالحديث عن الطلب الجماهير البيتكوين. الى اين ستتجه البيتكوين والتساؤلات هل هو وقت مناسب للشراء؟ Well, that's a very interesting question. هذا سؤال مثير للاهتمام. في الحقيقة الوقت المناسب لشراء البيتكوين كان عند 4200 عندما حصل نمط انعكاس، وهي وصلت إلى مستهدفنا الأول وهي حاليا تقترب من المستهدف الثاني، وبالتالي ليس هذا الوقت المناسب لشراء. إذا كنت قد فاتك القطار أنت يجب أن تنتظر تصحيحا قبل أن تدخل إلى السوق من جديد. ولكن ما هي المستويات المستهدفة؟ يعني أنت تتوقع المزيد من الارتفاع؟ نتوقع أن تصل إلى 5500 دولار، ربما هنا يجب أن يكون هناك تصحيح نحو الأسفل. مستوى 7000 يبدو موجودا لكنه بعيد قبل أن تصل إليه السوق. إذن الصورة إيجابية للبيتكوين طبقا لتحليل السيد أفرامز. دعونا ننتقل من العملات المشفرة إلى العملات التقليدية والجنيه الاسترليني. وتوقعاتك أفرامس للجنيه الاسترليني، هل سيشهد بعض الضغوط مع تغير كبير في أساسيات البريكزيت وما يحدث والتأجيل حتى أكتوبر؟ التأخير أزال حالة التقلب من السوق، وبالتالي لن نرى الارتفاعات والانخفاضات التي رأيناها في الأشهر الماضية. حاليا أنه إذا كسر 21.60 سنرى مستويات أدنى، المستهدف 1.27 ثم 1.23. السيناريو غير المحتمل هو أن يواصل الارتفاع وأن يصل إلى ما فوق 1.33.80 مما سيقودنا إلى مستوى أعلى، لكن السيناريو الأرجح هو أنه سيكون هناك هبوط. يعني السيناريو المحتمل هو كسر 29.60 ثم الهبوط، يعني الهبوط ربما هل سيكون عنيف هبوط الاسترليني في حالة الكسر؟ نعم أعتقد ذلك. التحرك سيكون حادا لأن لدينا تشكل لذروتين، وهذا واحدة من أدق الإشارات. عندما يكسر 21.60 يجب أن نرى 1.27 بسرعة. طيب ننتقل للحديث عن الأسواق الأمريكية. مؤشر S&P 500 والسوق الأمريكي مستمر في الارتفاع وإن كان فقد الزخم، هل لديه القدرة على المزيد من المكاسب؟ كما هو حال الأسواق الدولية عموما، كان لدينا انعكاس في الاتجاه عن الاتجاه الهابط السابق. كل إشارات الدخول كانت أدنى مما هي عليه حاليا، كنا نتوقع 2522 نقطة دخول، وحاليا السوق عند 2900، هي كسرت المستويات العالية السابقة. من لم يشتري هنا ولم يشتري هنا فلا أوصي الشراء عند المستويات الحالية والانتظار حتى حصول تصحيح هبوطي. بعد ذلك سنرى ما سيحصل. طيب بعد هذا التصحيح يعني أو أي فرصة للشراء، إلى أين يمكن أن يتجه الـ S&P؟ هل إلى القمة السابقة التاريخية؟ التصحيح سيعطينا فرصة للدخول إلى السوق، نعم، ثم نستهدف مستويات أعلى، لكن يجب أن نكون حذرين دائما لأنه تحرك كثيرا نحو الأعلى ومن السهولة أن نرى تصحيحا سريعا نحو الأدنى. حاليا التوجه صاعد وليس هناك سبب لتوقع انهيار كبير. إذن الأسواق الأمريكية مستمرة في الارتفاع وفي المكاسب بشكل إيجابي، ولكن توخي الحذر خاصة بعد فترة كبيرة من الارتفاعات الماضية. النفط وسريعا أيضا، إلى أين يمكن أن يتجه الخام؟ وشاهدنا تأثير تمديد أو عفوا إزالة ما كان ممنوحا ومسموحا للدول الأخرى بالتصدير لإيران، ضغط مرة أخرى على الجانب الإيراني. بالتأكيد حصل انعكاس، معني أن الأسعار سترتفع مجددا. وكما هو الحال في الأسواق، الانعكاس حصل في يناير كانون الثاني وهناك اتجاه صاعد واضح منذ شهر يناير كانون الثاني،
ونحن وصلنا إلى مستوى مقاومة مهم كما ترى، كما هي القيعان السابقة هنا. أنا لا أوصي بشراحة لين من فاتته الفرصة أثناء الاتجاه الصاعد في الأسفل، من الأفضل له أن ينتظر ليرى ما سيحصل في السوق. ولكن أنت ترجيحك الفترة القادمة، هل يمكن أن يكون النفط على موعد مع المزيد من المكاسب؟ Well, those who are already bought here من اشتروا هنا عند مستويات 66-67 أفضل جني أرباح جزئي وانتظار تصحيح هابط لإعادة الدخول والشراء من جديد. وضحت الفكرة، وهكذا إذن تحليل أبرز ما يحدث في الأسواق العالمية. شكرا لك أفرامس ديسبوتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لتريدبيديا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا دائما نذكر تداولوا على مسؤولياتكم الشخصية. بي عربية غير مسؤولة عن أرباح أو خسائر. نشكر لكم المتابعة. إلى اللقاء.